عدد الثالث والعشرون من مجلة بيم أريبيا. شخصية العدد دكتور نشوان داوود، أستاذ دكتور عميد مشارك البحث والابتكار، بريطاني من أصل عراقي بكلية العلوم والهندسة والتصميم بجامعة سايد، وتشرفنا بمشاركته القيمة في مجلة بيم أريبيا. البروفيسور نشوان داوود متخصص في إدارة مشاريع البناء وتطبيق تكنولوجيا المعلومات في عملية البناء، وقد ظهر هذا في عدد من الموضوعات البحثية بما في ذلك تقنيات دمجة معلومات البناء والعمليات والاستدامة وتكنولوجيا المعلومات والنظم مثل 5D VR BIM وقواعد البيانات المتكاملة وتخطيط وإدارة الإنتاج وإدارة المخاطر وأنظمة دعم القرار الذكي والتنبؤ بالتكلفة والتحكم بالعمليات. ويشغل البروفيسور داوود حاليا منصب مدير مركز بحوث البناء والابتكار CCIR وأستاذ إدارة التشغيل وتكنولوجيا المعلومات في جامعة تيسايد بالمملكة المتحدة، وهو أيضا مدير معهد العقود الآجلة للتكنولوجيا الذي يتم من خلاله تنظيم ودعم البحوث الهندسية والتكنولوجية. ويشمل هذا الدور مسؤولية تطوير وتعزيز السياسات البحثية في جميع أنحاء المؤسسة. لديه خبرة واسعة في قيادة الأعمال البحثية المعترف بها دوليا في تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء والعمليات وفي تطبيق النمذجة البيم والـ5D في عمليات البناء، وشارك بها في المشاريع الممولة من مجلس بحوث العلوم الهندسية والفيزيائية ومجلس استراتيجية التكنولوجيا والاتحاد الأوروبي. تمتع البروفيسور داوود بخبرة كبيرة وطويلة الأمد في العمل مع الشركاء الصناعيين الرئيسيين في المملكة المتحدة وعلى الصعيد الأوروبي لتطوير وتطبيق نتائج البحوث كجزء من مشاريع تعاونية أخرى، وعلى وجه الخصوص يقوم حاليا بتشغيل مشاريع البحث والتطوير الدولية في كوريا الجنوبية واليابان وقطر وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات النمذجة 5D وتطبيق التكنولوجيا للتدريب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمباني ذات الكفاءة في استخدام الطاقة، كما أنه مدعو بانتظام ليكون المتحدث الرئيسي في الأحداث الدولية. وقد نشر البروفيسور داوود أكثر من 180 ورقة بحثية ويجلس على هيئة تحرير عدد من المجلات والمؤتمرات، وقد تم الاعتراف بعمله خارج المجال الأكاديمي. أستاذ داوود هو زميل زائر أستاذ في عدد من الجامعات والمعاهد الدولية، هذا يتضمن جامعة تايوان المركزية، جامعة إيتا تايلاند، جامعة فلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية، الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا، جامعة جيونج سانج الوطنية كوريا، جامعة مياجي اليابان، وجامعة أوسكا اليابان. أدار دكتور داوود سلسلة المؤتمرات تطبيقات البناء الواقع الافتراضي، المبادرات الحالية والتحديات المستقبلية. مهمة هذه المؤتمرات هو الجمع بين الباحثين الوطنيين والدوليين والممارسين من جميع مجالات صناعة البناء والتشجيع على تبادل فعال للأفكار وتطوير التفاهم المتبادل للاحتياجات والتطبيقات المحتملة لنمذجة الواقع الافتراضي. سلسلة المؤتمرات تم تشغيلها لمدة 10 أعوام، ويشارك الدكتور داوود حاليا في تقديم مشروع بحثي كبير في قطر بتمويل من مؤسسة قطر، وتتحسن مخرجات مشروع هذا المشروع بشكل كبير إدارة تدفق المعلومات في مشاريع البناء التي ستقع تحت مظلة نمذجة معلومات البناء. كما تلقى دكتور داوود من الملايين من المشروعات البحثية من الاتحاد الأوروبي في مجال تخفيضات الطاقة في البيئة المبنية والذكاء الذكية.